فهمنا كمان من المؤتمر ومن رئيس الفريق الطبي الكوت ديفواري انه مشكله الكبد مشكله كبيره جدا، حاجه مزمنه مؤرقه جدا لهم في ساحل العاج. اكثر نسبه الفيروس بي عندهم 15%، وده رقم كبير قوي. مشكلة فيروس بي كمان أكتر من سي إن نسبة الأورام اللي بتحصل في الكبد مع فيروس بي عالية جدا، وده اللي حصل لرئيس الوزراء السابق. فهم يعني عندهم سبب وجيه يخليهم يبتدوا برنامج زراعة كبد. وزي ما قلت لك إن هم بادئين بقالهم فترة كبيرة قوي، وكانوا سعدة جدا. يمكن أكتر حاجة يعني حسيت بيها قوي لقاء رئيس الوزراء، ما كانش تقليدي اللي هو بيقول كلام كليشيه بروتوكولي على الاطلاق. راجل محترم جدا جدا، دارس الهيستوري بتاع بلده في الموضوع كويس قوي، صديقه اللي قبله اللي هو توفى بالموضوع هو يعني هو فاكره كويس جدا. وبيشكر الناس كويس يعني، يعني جايبنا هو طلب يقابلني، قلت له احنا هاجي زي ما احنا هنيجي كل الفريق. الراجل بيشكر كويس قوي قوي قوي، وافيري ابريشيتنج المجهود اللي اتعمل، وبي يعني بيسالنا بجد انا وانت كمان، قلت له احنا معاك ولغايه ما عندي يبقى عندك فريق بيزرع زي نفس كفاءة الفريق المصري. عظيم. الفريق الطبي اللي موجودين معانا النهارده يكلمونا عن الخبره دي بشكل انساني، كان بتمثل لهم ايه؟ يعني سواء كاطباء او كمصريين في وسط اصدقائكم واسركم، حكايه كوت ديفوار دي شفتوها ازاي؟ انا زي ما قلت حضرتك، احنا يعني هو حلم بنحققه لمجتمع ما كانش عنده الخدمه دي. حط كل اماله على كتفك، تعالى انت يعني ساعدنا في هذا الموضوع. حجم انجاز يعني نتمنى ان احنا نعرف نقدمه في كذا مكان تاني في كذا منطقه تانيه. بس هم يعني احنا بنحقق لهم حلم ربنا الحمد لله اعاننا ان احنا نحققه لهم. انا اتذكر لحظه بس موقف يمكن يفسر او يحاول يوضح اللي انا عايز اقوله. هم كانوا عاملين حاجه اسمها ممر شرف، واحنا شغالين في اثناء عمليه الزرع بقى في غرفه عمليات للمتبرع وغرفه عمليات للمتلقي او المريض، وكونكتد او الاثنين متصلين ببعض بممر. فاحنا طبعا كنا منهمكين ومركزين جدا 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 في المتبرع اللي قدامي، كنت متعاقد مع دكتور عمرو، ولحظه خروج الجرافت او الكبد من المتبرع عشان يطلع يروح يخش اوضه المتلقي لقينا يعني تسقيف كلهم وقفوا كوريدور في الكوريدور رايت اند ليفت وبداوا يسقفوا للكبد وهو معدي من ناحيه. احنا كنا يعني فيري تاتشد. كانت جميله جدا يعني جدا جدا. ده عمرها ما حصلت. نقول لهم احنا بنهدف الكبد كلنا كنا بجد فاسينيتد بال يا خبر. كان موقف جميل جدا جدا. بس هم صراحه سقفوا كتير جدا في العمليه دي، انا ما عمري ما شفت عمليه كده. لا لا احكي بس احنا برضو يعني احنا في ممر الشرف ده كانوا بيسقفوا، واحنا بعد ما خلصنا في اخر حته في يعني اخر زراعه الكبد في المريض، واحنا جايين برضو خلاص فكينا بنفك الجلافز وطالعين بنفك الجوانتيات وطالعين، لقينا برضو تسقيف. شعب مهذب جدا جدا طيبين يعني جدا مهذبين. هم مش بيشوفوا اجراء طبي بحت، هم شايفين البعد، شايفين بجزء عاطفي الحلم اللي بيتحقق، واثقين في اصدقائهم اللي جايين في مصر اللي عايزين حقيقي يقدموا لهم خدمه. يعني هي في لقطه عاطفيه داخل كل حالات الزراعه كده، كل حالات الزراعه كده، ان حد يتبرع لاخوه، حد يتبرع لامه، حد احنا بنزرع اطفال، اكثر ناس بتزرع اطفال يمكن في مصر يعني.
فالاطفال وال يعني الشهور واللي عنده شهور واللي عنده سنه وكده ام لو تسالي على الستوريز اللي بتبقى ورا غير الزرع طبعا. تحضير الحالات دي وانت تبقى عارف والاطفال ايفن الاطفال بيبقى عندهم اورام برضو في الكبد. حضرتك عملت تقريبا دكتور عم حضرتك عملت كام عمليه زراعه؟ انا بادي من اول الناس اللي ابتدينا في المستشفى وادي النيل. ابتديت من 2001 من بدايه البرنامج مع الله يرحمه رئيس الجامعه السابق دكتور محمود دكتور علاء فايز ورئيس الجامعه الحالي دكتور محمود المتيني. فانا ابتديت معاهم من اولهم. فاحنا زارعين انا زارع قبل ما نتنقل نعمل فريقنا في حدود مش في حدود هم 1000 حاله وفريقنا الجديد اللي هم الشباب اللي معانا. دخلت 1000 عمليه 1000 عمليه في مصر و500 عمليه اللي احنا عاملينهم مع بعض تمينا ال 500 من كام يوم اللي هم في الجوي ومع ناصر تمينا 500 حالة في 1500 ده رقم حالة. قياسي دي حقيقة غير اللي عملته في فرنسا يعني. ده رقم كبير ده وحضراتكم انا بادي مع برضو مع دكتور عمرو بس انا بعديه بكام سنة طبعا من 2007 تلاقيك عملت 1200 عملية يعني رقم طيب سين سؤال بقى بعد العودة بعد العودة في مصر أنا متأكدة أنه الفريق الطبي اللي معانا ده لا ينتظر شكر ولا جايزة هو راح يعمل حاجة مؤمن بيها ورجع تاني بس بقى. كمان التقدير مهم. هل حصل بقى عندنا أي نوع كلمتنا مدام منى الشاذلي وجابتنا والحمد لله ربنا يخليك لا دخلنا لمنى التكريم لا بسأل يعني فريق طبي رئيس دولة إفريقية بيشكره رئيس الوزراء بيشكره منظمة الصحة العالمية بتذكره بشكل فخيم هنا حصل حاجة؟ لا فعلا الدكتور خالد عبد الغفار تواصل معايا ومن وانا هناك وهو على انا طبعا ببلغه من قبل ما اسافر ان فريق احنا من معهد نصر هنسافر ونعمل كذا كذا ووريته الجواب كان جاي من رئيس الوزراء باسمه فهو اتبلغ قبل ما نسافر وكان دايما هو مقدر جدا المجهود ده حصل يعني. حضراتكم يمكن ما تكونوش سمعتوا مقدمه الفقره دي كان بس احنا كنا بنتكلم مش عن الطب احنا كنا بنتكلم عن القوه الناعمه كنا بنقول زي ما بتتخيل انه قوه مصر الناعمه في الفن في الغنى في الثقافه ده حقيقي بس مش بس كده اللي انتوا عملتوه ده يعني تعبير حقيقي عن القوة الناعمة لبلدنا وعن أبنائنا وعن أطبائنا رسالة أكبر بكتير من كونها عملية ناجحة أو مركز أنشأتوه يعني جسر تواصل دبلوماسية يعني مباشرة. الحقيقة إنه اللي انتوا عملتوه ده مش بس يفرح إنما هو بيمهد لعلاقات وقوة أكبر لبلدنا في الإقليم. إحنا في حاجات إحنا منبقاش فاهمينها قوي غير لما نعيش الموضوع. يعني انا اكتشفت ان ساب صحارى دي كلها دي تعتبر هي بلاد كوت ديفوار وغانا وبتاع هم دول بلاد مختلفه لا بس هم مش بلاد مختلفه هم دول عايشين مع بعض اكنهم بلد واحده. يعني احنا كان معانا من كوت ديفوار كان معانا من الكاميرون كان معانا من غانا اوكي دول كانوا حاضرين معانا العمليات فموضوع زي ده هو مثلا مش حاجه بتعمل لنا خبر او قوه ناعمه في كوت ديفوار احنا في ثلاث بلاد واحنا مش واخدين بالنا غرب افريقيا فهو 15 دوله افريقيا واضح ان هي ليها تقسيمه احنا ما كناش مستوعبين الموضوع قوي كده صب صحارى دي كلها منطقه واحده كلهم الناس دي يعني احنا مره واحنا رايحين المستشفى فعدينا على الساحل كده فالجايد اللي معانا من الدبليو اتش او ورانا مراكب فايه المراكب دي قال لك المراكب دي بتاعت صيادين غانا جايين كوت ديفوار يصطادوا فالبلاد دي كلها منطقه واحده يعني هي مش بلد فانت رايحه تكلمي حته لا لا هو انت في مكان واحد ممكن تعملي حاجه صغيره تسمع في المنطقه دي كلها ويبقى ليها باتر فلاي افكت في المنطقه كلها من غير ما الحقيقه انا متاكده كل اللي عرف المعلومه قد ايه فخور وسعيد وممنون للفريق الطبي اللي طبعا هو هنا بيعمل عمل عظيم اصلا في عمليات زراعه الكبد انما في كوت ديفوار المساله اخذت بعد اخر. السؤال بقى فاكرين في عمليه مهمه جدا حصلت في ابيجان مش عمليه طبيه من سنين طويله كلمه ابيجان عندنا محفوره بسبب عمليه وتاريخ ما الحفار عمليه الحفار برافو وبالتالي اول ما قالوا ابيجان كده حسيت يعني العمليه الطبيه
في النهاية بتأكد قاعدة عظيمة جدا. هم كانوا بيهزروا مع بعض في الطيارة وما بيقولوني يعني بعيد شوية، كانوا بيصوروا الصورة اللي هي السيلفي بتاعت نبيل الحلفاوي دي ويغيروا الوشوش ويبعتوها لي وانا قاعد. بالظبط عملية الحفار يعني مع الفرق يعني. كل الشكر والامتنان والافتخار بحضراتكم والله. كل العرفان لعلمكم وتاريخكم انسانيتكم وطبكم. انحناء كبير جدا للفريق الطبي المصري الذي اشرف على تاسيس مركز زراعه الكبد في كوت ديفوار ساحل العاج مؤخرا.